وللحديث عن دلالات تصريحات الميليشيات الموالية لإيران في العراق حول الوجود الأمريكي في البلاد، تزامناً مع انطلاق الجولة الرابعة من الحوار بين واشنطن وحكومة الكاظمي، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل. مرحباً بك معنا. أسعد الله مساءكم وأهلاً وسهلاً بكم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله. أولاً، الميليشيات والأحزاب الحالية في السلطة تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق، وهذا يطرح سؤالاً عن الذي تغير اليوم عن الأمس، ومع أن ذات الأحزاب والشخصيات كانت جزءاً من مجلس الحكم الذي أنشأته أمريكا عام 2003 كما أشرتم في تصريحكم السابق. الذي تغير أن هذه الميليشيات وأن إيران ذهبت كفتها إلى الصين، وبالتالي هم يريدون الاستيلاء على العراق بالكامل بالاستفادة من التوغل الإيراني والاحتلال الإيراني الذي يجري في العراق وفي سوريا، وبالتالي هم يريدون انتهاء مهمة الولايات المتحدة التي سلمت لهم العراق على طبق من ذهب لهم ولإيران، وبالتالي لا يوجد هناك مفاوضات تدعي إخراج القوات الأمريكية. هم يريدون أشياء ومكتسبات جديدة على حساب ترسيخهم في الحكم مقابل دعم الولايات المتحدة لهم ومقابل تنفيذ الأجندات الأخرى القاضية بتدمير العراق، وإلا كيف يمكن لدولة صنعت جسما غريبا داخل هذا الوطن العراق، وبالتالي تفاوض ذات الجسم التي صنعته، هي كل هؤلاء الذين يصنعون آلهتهم من التمر وعندما يجوعون يأكلونها. لذلك لا قيمة لهذه المفاوضات ولا للحوارات الاستراتيجية، لأن لو كانت هناك سيادة حقيقية أو فعلا جدية من الولايات المتحدة أو من هذه الأطراف في إخراج العراق من دائرة الاحتلال الأمريكي، لكان هناك طرفا ثالثا يتم إجراء المفاوضات فيه، وليس على أراضي دولة الاحتلال الأمريكي يجري عملية مفاوضات على الوجود الأمريكي. ما يجري هو الآن فقط إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق، وبالتالي يراد من خلال هذا الانتشار الجديد تبديل الأسماء من قوات قتالية إلى قوات تدريبية، لكن على أرض الواقع هي ذاتها القوات التي تقاتل وتتواجد على الأراضي العراقية وتكرس تواجدها عبر استيعاب حلف الناتو، وبالتالي هو فقط تريد عدم إحراجها إعلامياً أمام العالم أن الذي صنعتهم أمريكا بدأت تقصف قواعدها. نعم. طيب، أمريكيا كيف يمكن أن نصف الموضوع أو الموقف الأمريكي من هذا الانسحاب؟ ماذا يقول الأمريكان في هذا الشأن؟ الأمريكان لن ينسحبوا من العراق، لأن الذي ينظر إلى بناء القواعد في قاعدة عين الأسد وحرير وفي بعض القواعد في ربيعة شمال العراق، ويرى التواجد الأمريكي في سوريا ابتداء من الحسكة إلى دير الزور، يؤكد تماما على أنهم يبنون ترسانة عسكرية، فضلا عن التواجد الأمريكي الكثيف خلال هذا الشهر في دول الجوار. ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الانسحاب، هي تناقش عملية الانتشار وكيف يمكن التصدي لطريق الحرير الصيني وإيقاف التمدد الاقتصادي الصيني. هي القضية أكبر من هذه الميليشيات وأكبر من المنطقة حتى، لأن أمريكا لا تريد أن يكون هناك قطبية ثنائية لديها. نعم. تناقشها في قيادة العالم، فلذلك. نعم. الأمريكان ينظرون إلى كيفية استيعاب وسحب زخم هذه الميليشيات وإجراء الانتخابات القادمة دون أن تتعرض القواعد الأمريكية إلى قصف وتحرج أمام دول العالم. ألا تعتقد أن موقف الكاظمي ضعيف في جلسات الحوار الاستراتيجي؟ لأنه يعني يتحدث عن شبه دولة ولا يستطيع بالفعل أن يدير الأمور في الدولة العراقية على النحو المطلوب، فكيف سيتعاطى الأمريكان معه بشكل أو بآخر؟ أولا، الأمريكان يعلمون أن لا وجود لأطراف ندية يمكن أن تتفاوض معها، وأن هؤلاء حقيقة هم يتوسلون بالولايات المتحدة لبقائها من أجل بقاء العملية السياسية الحالية. وإلا هنا حقيقة مع ضعف الكاظمي، هنا أؤكد على أن الميثاق الوطني العراقي مع الانسحاب الكامل لهذه القوات الأمريكية من العراق ومن الاحتلال الأمريكي، ولا نطالبهم حتى بتوجيه تصحيح الأوضاع. العراقيون والميثاق الوطني لديه خطة واسعة، يعني لو كان هناك انسحابا جديا لتهاوت هذه الميليشيات وكل الدور الإيراني في العراق، لأن الشعب العراقي اليوم مهيأ لأن يلعب دورا في استعادة وطنه،
لكن الولايات المتحدة غير جادة، ولذلك هي لا تتفاوض مع أطراف قوية يمكن أن تقدم مصلحة العراق، هي تتفاوض مع الكاظمي وأمثال الكاظمي، لأنها تعلم أن هؤلاء ضعفاء وأن هؤلاء في الخفاء يريدون ويتوسلون ببقاء القوات الأمريكية لحماية العملية السياسية الحالية، بل يحذرون أن انسحاب الأمريكان من العراق ستنهار العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها، لأن هناك قوة وطنية عراقية موجودة، ولأن اليوم الشعب العراقي لديه وعي كامل في استعادة وطنه، وهو يشخص أن هذه العملية السياسية هي بيت الداء، لذلك يجب إزالتها حتى يعود العراق إلى وضعه. فلذلك الأمريكان يتجهون بالتفاوض مع الكاظمي، لأنه طرفا ضعيفا سيوقع على ما يريدون، ويعلم تماما أن تلك الميليشيات هي تعلم أنها ستنهار إذا ما انسحبت الولايات المتحدة انسحابا حقيقيا لا وهميا كما يجري الآن في التفاوضات الحالية. فلذلك الكاظمي ليس ندا لأمريكا ولا حتى إيران ندا لأمريكا في أن تجري تفاوضات معهم حول الانسحاب على ذكر هذا الموضوع. هناك حالة من التخادم طويلة المدى والأمد بين تلك الميليشيات وبين أمريكا في العراق، إلى أي مدى أضرت بالدولة العراقية؟ ما يشهده الواقع العراقي هو خير مثال لمدى الضرر الكبير الذي وصل إليه العراقيون بمؤسساته وبشعبه. نحن اليوم أمام انهيار تعليمي، وأمام انهيار صحي، وأمام انهيار أمني، والاغتيالات متوافرة، وأمام انهيار بيئي، وأمام انهيار اقتصادي كبير وصل إلى خط الفقر لـ50%، أمام عدم وجود مؤسسات دولة في العراق، وبالتالي نحن أمام فوضى عارمة فضلا على التدخلات الكبيرة. هنا حزب العمال الكردستاني يحتل أراضي، وهنا الإيرانيين يحتلون جرف الصخر، وهناك أجهزة دول كبيرة تعمل في العراق ولا قدرة لهذه الحكومة على أن تستوعب شيئا واحدا. نحن نفقد السيادة ونفقد الاستقلال ونفقد الأمن، فالتدمير كبير تماما، وكأن الولايات المتحدة مرتاحة والعالم يتفرج على أن هؤلاء قد نجحوا في مهمة تدمير المؤسسات العراقية. فلذلك الإمعان التدبيري في المؤسسات العراقية وصل إلى ضراوته في العراق، والواقع الميداني يشهد على ذلك. أخيرا سيد عبد القادر، ثمة معادلة تبحث عنها كافة الأطراف، الأمريكان والميليشيات والكاظمي يبحثون عن معادلة ما كي تسمح هذه المعادلة لكل طرف من الأطراف الشعور بأنه خرج منتصرا من هذه الحوارات. هو المعادلة يريدون أولا تغيير اسم القوات الأمريكية من قتالية إلى تدريبية واستشارية، وبالتالي هذا سيحفظ ماء وجه الميليشيات بعدم قصف هذه القواعد. ثم الأمريكان يبقون، وبالتالي الأطراف السياسية تريد بقاء هكذا أمور حتى تبقى العملية السياسية، ولا يهمهم مستوى التدمير الذي وصل إليه العراق. لذلك عندما نؤكد على أننا مع الانسحاب في الميثاق الوطني العراقي، لأننا نعلم تماما أن هؤلاء غير جادين في عملية الانسحاب، ولأن الانسحاب الأمريكي من العراق على عكس بعض الذين يتخوفون من الانسحاب الأمريكي من العراق أنه سيحدث تمسك للميليشيات، بالعكس الانسحاب الأمريكي من العراق سيؤسس إلى انهيار هذه الميليشيات وإلى منظومة الأحزاب الفاسدة، وسيجعل العراقيين على طريقا معبدا مزدهرا يجعل من العراقيين آمنين مطمئنين بنظام سياسي جديد يمكن أن يحقق العدالة. وهنا نتعهد في الميثاق الوطني وجميع القوى العراقية أن العراق إذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منه سيكون واحة للسلام وواحة للأمن للعراقيين ولدول الجوار ولدول العالم. لذلك هم يخشون أن يصل العراقيين كشعب عراقي إلى هذه المرحلة، فيريدون بقاء الحال على ما هو عليه. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد عبد القادر النايل.